علم، أنتم تعرفونه، ترسلون التكفير إرسال المسلمات هكذا بكل سهولة، وتكفرون إيه؟ الأمة، وتكفرون من يستخدم عقله، بل من يستشير كتاب الله تبارك وتعالى ويرجع إليه، لأنكم جعلتم الروايات والأحاديث والأخبار مقدمة على كتاب الله. نعم نعم، إذا صح لديهم حديث، المهم أن يكون في الصحيح في البخاري أو مسلم، مهما كان خرافيا، مهما كان كذبا. واحد يقول لي يا أخي اربع على ضلعك يا رجل، اتق الله، جننتنا، أنت تصف حديثا في الصحيحين بأنه خرافي وكذب. نعم نعم، سأخذ بكم اليوم، واذهبوا وتحدوا بهذا من شئتم، أحاديث كذب واضح أنها كذب وهي في الصحيحين. بالله عليكم، بالله عليكم وعليكم وكل من بلغه هذا الكلام أو سمعه، هل تعتقدون أن النبي فعلا أجاب بهذا الجواب عن ذاكم السؤال؟ واسمعوا النبأ، له علاقة بموضوعنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك، طبعا بين قوسين، هتقول لك شوف ينتقد البخاري ومسلم، يسكت عن الشيعة. لا أسكت لا عن شيعة ولا عن سنة، الشيعة لديهم مثل هذا يا أخواني الكثير الكثير، وهم يعتقدون بالدجال وبالمهدي وعودة عيسى عقيدة كعقيدة السنة وأقوى، لأن المسائل مترابطة عندهم كما هي مترابطة لدينا، المهدي والدجال وعيسى. جريمة أن تنكر هذه العقيدة، عقيدة. نفس الشيء ما أقوله هنا أقوله هناك، نفس الشيء. على كل حال، لكن اسمعوا لهذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: سأل رجل الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى القيامة؟ فنظر عليه الصلاة وأفضل السلام إلى غلام صغير منهم من أز شنوعة، القبيلة هذه المشهورة، فقال: إن عمر هذا، إذا الله كتب له عمر، لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يعني معنى النبي يقطع بأن الساعة ستقوم في أقل ربما إيه؟ من 90 سنة. هذا غلام ابن 10 سنوات، ابن إيه؟ بضع 10 سنة، إن عمر وكان له عمر لن يدركه الهرم، قبل أن يهرم تقوم الساعة. عجيب يا رسول الله، أنت قلت هذا؟ والله العظيم يقشعر قلبي من الداخل، أقسم بالله العظيم. لكن طبعا اذهبوا إلى الشراح عاد، إلى ابن رجب وفتح الباري، وسوف ترون التكلفات الباردة التي لا معنى لها. النبي أفصح من نطق بالضاد، وحديثه واضح، يقول قبل أن يموت هذا، قبل أن يهرم هذا الساعة تقوم. صحيح يا رسول الله أنت قلت هذا؟ والله يا حشاه، والله الذي لا إله إلا هو حشاه، لأنه هو الذي بلغنا قول الله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. ويقولون يا عدنان تشكك في الصحاح، أنا لا أريد من يشكك في قرآني في ديني يا أخي، لا أريد من يكفر هذا الجيل وهؤلاء الناس، الناس لهم عقل ولهم قلب ولهم حب وعشق نبيهم وكتابهم، فلا تشككوا الناس في قرآنهم من أجل البخاري ومسلم، مع احترامي على الرأس والعين والله العظيم للبخاري ومسلم، لكنهم بشر وجهدهم بشري، وهذا الجهد البشري مدغول ومدخول، وفيه أخطاء وفيه مصائب، علينا أن نكون واضحين إزاء هذه المصائب كالسيف القاطع. هكذا لا يمكن أن نقايض كتاب الله بسنة تنسب إلى النبي. والحمقى أيها الإخوة هم كثيرون، كثيرون في هذه الأمة ممن ينتحلون اسم العلم والعلماء والمشيخة، يوقعون في وهل الناس أن الحديث إذا كان في الصحيحين انتهى، النبي قاله حتما. من أين لكم يا أخي؟ يا أخي من أين لكم أنه قاله؟ هل قال النبي هذا حتما؟ قال لك: وحديث الآحاد وإن لم يفد علما لا تؤخذ منه عقيدة، ولكن إن احتفت به قرائن أو حفت به قرائن قد يفيد الاعتقاد، قد يفيد العلم. مثل ماذا؟ قال لك: كونه مخرج في الصحيحين. يا سلام، من أين أتيتم بهذه القاعدة التي لا معنى لها؟ هذا حديث مخرج في الصحيحين، والله العظيم وأنا على منبر رسول الله لا أقبله طرفة عين، ولا أشكك في نبيي، ولا أشكك في كتابي وديني. قال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وعلى فكرة واضح جدا أحاديث كثيرة أخرى يروي الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إني لأرجو أن أدرك عيسى ابن مريم. يعني ممكن المهدي والدجال كله هذا بسرعة بسرعة، ويطلع عيسى وأنا أسلم عليه: أخي هذا عيسى. ف
فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم. يخاطبكم أنتم أم يخاطب أصحابه؟ طبعا أصحابه. لا تقول لي لا النبي قال منكم. يا سلام، وهذه تعم تعم. هو يقول لك أنا تقريبا سأدركه، لكن ممكن يعجل بي الموت. فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. يعني يجزم بأن أصحابه طبعا مثل حديث أنس في الصحيحين سيدركون المسيح. يا أخي هذا كذب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الأحاديث التي تريد فعلا أن تسلخ هذه الأمة من دينها. تعرفون الحمد لله لطف من الله أن هذه الأمة في جمهورها ومعذرة والله العظيم لكل الناس جاهلة. أنا لا أفتري، معظم الأمة جاهلة. واحد يقول لك هذا في البخاري ومسلم، لأنه في حياته ما سمعه وفي حياته ما قرأ، لأن الأمة لا تقرأ أصلا. أمة لا تقرأ، لكن لو كانت تقرأ وتنقر وتفتش وتبحث، أنا أقول لكم كثير منها لكفر منذ حين. كما يلحد شبابنا الآن بدأوا يقرؤون فلسفة ودوكنز وتطور وتصميم ومش تصميم، بدأوا يلحدون لأن الخطاب بائس. ونفس الشيء بكرة يفتشون في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة، يقول لك تفضل، مع الحكاية كلها كذب في كذب، كلها كذب في كذب في كذب. بعدين أحاديث الدجال وعيسى، متى ينزل عيسى؟ متى يظهر الدجال الملعون؟ بعد فتح القسطنطينية، والحديث واضح جدا 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 في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان، بيفتحوا القسطنطينية فبينما هم يقسمون الغنائم إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح الدجال مسيح الضلالة، إن المسيح قد خلفكم في أهلكم في أهلكم، فيخرجون وهو باطل. حتى إذا أتوا الشام فهم كل هذا في أيام في أسابيع، فهم يصطفون لملاقاة العدو إذ نزل المسيح ابن مريم والدجال موجود. وين يا بابا؟ قسطنطينية فتحت من 500 سنة، انتهينا. أي قسطنطينية وأي دجال وأي عيسى يعود؟ ما القصة هنا؟ في صحيح مسلم قطع الله لسانك. إيه قطع الله لسانك؟ قطع الله عقلك. ليس لسان، ليس لك مخ، ليس لك عقل. حديث صحيح، واسمع التأويلات الفارغة من باب لعل ولعل، لعل ولعل لا تنفع إيش؟ في موضوع حديث أنس، في موضوع فليقره منه السلام. لكن في حديث القسطنطينية، لعل القسطنطينية تعود إلى الكفار. لا يا أخي، لا علل الله هذه اللعل، لا لب الله هذا الرجاء، أقسم بالله يا أخي. يعني ممكن هذا إسطنبول هذه ترجع للكفار مرة ثانية، ويرجع من أين لكم أنها تفتح مرتين وتغزى؟ ما الكلام الفارغ هذا؟ تكلفات باردة عجيبة من أجل تصحيح أحاديث لأنها في الصحاح، كأن النبي قطعا قالها، ما قالها ولا درى بها وحسب.